تضرر سفينة شحن بريطانية قرب الحديدة، والجيش الأمريكي يهاجم أهدافا في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن. الاتحاد الأوروبي قلق من استمرار الهجمات الحوثية ويعلن قرب بدء مهمة لحماية السفن بالبحر الأحمر. تزامنا مع جولة بلينكن لبحث صفقة غزة، تقارير تؤكد معارضة الليكود تفرد حكومة نتنياهو بالقرار ويستبعد إتمامها. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة للحدث من الرياض. بداية، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن هجوم استهدف سفينة شحن تجارية بريطانية ترفع علم بربادوس على بعد 57 ميلا بحريا غربية من الحديدة اليمني. تفاصيل الهجوم كشفت عنه الهيئة قائلة إنه جاء نتيجة إطلاق عدة أفراد يستقلون قاربا صغيرا لقذيفة RPG على السفينة، مبينة أن الهجوم لم يكن نتيجة صاروخ مضاد للسفن أو طائرة بدون طيار. وأضافت الهيئة أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات وخلف أضرارا مادية في نوافذ السفينة التي واصلت الإبحار نحو وجهتها، إلا أن بيانا لاحقا أشار إلى تعرضها لهجوم مسير. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورقين مسيرين للحوثيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس إن القوات الأمريكية تعرفت على الطائرتين المسيرتين المفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما تمثلان تهديدا وشيكا للسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو إن الاتحاد يقترب من إطلاق مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين على حد تعبيره. يساهم الاتحاد الأوروبي بدوره من خلال إطلاق مهمة بحرية نأمل أن تبدأ خلال أسابيع قليلة، حيث سنحاول مساعدة السفن المارة عن تجنب أي هجمات وعدم مهاجمتها وحمايتها حتى نتمكن من المساهمة في ضمان حرية الملاحة التي تعتبر ذات أولوية قصوى. العدد المتزايد من الهجمات الحوثية والهجمات المضادة في المنطقة هو بالطبع مصدر للقلق، لأنه عندما يستمر هذا التصعيد فإنه يمكن أن يخرج بسرعة كبيرة عن السيطرة. ولهذا السبب يتعاون الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين وفي المقام الأول مع إيران التي تدعم معظم هذه الجماعات المتورطة في هذه الهجمات لاستخدام نفوذها لوقف ذلك، لأن هذا لا يساهم في التصعيد بل على العكس تماما. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث السياسي دكتور خلدون النبواني. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة. ضربات أمريكية بريطانية عن نحو البحر والجو باستخدام أيضا أسلحة جديدة، تحالف الازدهار من جهة أخرى، ولكن الضربات والاستهدافات الحوثية للملاحة البحرية لا تزال مستمرة. ما السبب برأيك؟ تحياتي لك سيدتي ولمشاهدي قناة الحدث. يعني هناك إصرار على ما يبدو من قبل الجانب الحوثي على مواصلة العمليات بحجة تخفيف الضغط على حماس، محاولة إنهاء الحرب، ممارسة الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة يمكن أن تدعم
إسرائيل في استمرار هذه الحرب ولا توقف القتال ووقف إطلاق النار الكامل في غزة. الآن هناك طبعا محاولات مستمرة من قبل مجموعة من دول العالم لوضع حد لهجمات الحوثي في البحر الأحمر. هناك محاولات تأخذ طابعا ليس فقط دفاعيا وإنما هجوميا بمهاجمة الحوثيين في اليمن، ضربات استباقية كما تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهناك من جهة أخرى محاولات أخرى دفاعية كما يعني يعزم الاتحاد الأوروبي للقيام بمثل هذا الوضع. نعم. مع ذلك رغم كل تلك الهجمات دكتور سنعود لنقطة التحالف الاتحاد الأوروبي وسنناقشه نقطة بنقطة، ولكن الضربات الأمريكية الأخيرة على البحر الأحمر جاءتها مباشرة رد من الحوثي تصعيد كبير بأن هذه الضربات الآتية مستقبلا ستكون على السفن الأمريكية والبريطانية. لو نتحدث عن بريطانيا هنا، لو تتذكر دكتور كان هناك انتقادات حادة حتى وصفت بالفضيحة للجانب البريطاني بأنه ليس لديه القدرة حتى للتصدي لهذه الهجمات، ومع هذه التهديدات التي تحدق خاصة بالسفن البريطانية، برأيك كيف ستتعامل لندن في هذا الخصوص؟ يعني لندن بشكل أساسي فعلا ظهر تقرير مع الديلي ميل كما تفضلت بأن هناك مشكلة في الإمكانيات العسكرية الآن بريطانيا حتى في الدفاع عن النفس، ولكن بريطانيا بشكل أساسي تلك الدولة الأوروبية هي أقرب أن تكون إحدى أجنحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتحالف معها بشكل شبه دائم في مثل هذه القضايا، وبالتالي هي تجد دعما عسكريا مباشرا وغير مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تضرب تحت جناحها، تتحرك معه بشكل متوازي، وبالتالي هي تتحرك بشكل متساوق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية منها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي تجد أكثر من مظلة لتتحرك فيها ضمن حلف الناتو، ضمن العمليات العسكرية الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات مزدوجة، ولكن ليست ضمن الإطار الدولي أو ضمن تحالفات أكبر من ذلك، وأيضا ضمن الاتحاد الأوروبي أحيانا بشكل أو بآخر بوصفها دولة أوروبية. نعم. على ذكر الاتحاد الأوروبي دكتور خلدون وهذه المهمة له في البحر الأحمر التي ستطلق قريبا حسب ما أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، برأيك هل سيرمي بكل ثقله لحماية الملاحة البحرية أم أن النتيجة ستكون كتحالف الازدهار والضربات الأمريكية البريطانية التي يسبقها اخطارات وغيرها؟ ما يميز التحرك الأوروبي ضمن أسطول مشترك عموما هو أولا اختلافه عن التحالف الأمريكي البريطاني، بمعنى أن حلف الاتحاد الأوروبي يعتبر أن مهمته ردعية دفاعية وليست هجومية، وبمعنى آخر لن يكون هناك توجيه ضربات للحوثيين في اليمن لقواعد إطلاق الصواريخ إلى ما هنالك، وإنما هناك حسب التصريحات اكتفاء بأي هجوم، وبمعنى أن يتم الرد على أي إطلاق صاروخي أو قذائف تطلق من قبل الحوثيين، طائرات مسيرة، زوارق مسيرة إلى ما هنالك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك محاولة التعاون مع إيران من أجل الضغط على الحوثيين لإيقاف الهجمات، وهذا ما لا تستطيع أن تفعله عموما الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب العلاقات المتوترة ما بين أمريكا وبريطانيا، وبالتالي تحاول يعني يحاول الاتحاد الأوروبي أن يقوم بمهمتين في آن معا، دبلوماسية أن صحت التسمية مع إيران للضغط على جماعة الحوثي للتقليل من هذه الضربات وإنهائها إذا أمكن، ومن ناحية ثانية هناك مهمة دفاعية ردعية بالتصدي لأي هجوم يصدر عن الحوثيين. أشكرك. دبلوماسية معقدة معي. نعم، أشكرك من باريس الباحث السياسي الدكتور خلدون النبواني على هذه المشاركة معنا. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا
طائرات حربية مجهولة تحلق في أجواء دير الزور، والميليشيات الإيرانية تخلي مواقعها في مربع الموارد البشرية في البوكمال. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. لكل حدث رواية، الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات. وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة، يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم مجددا. دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط إلى التراجع عما سمتها حافة الهاوية، مؤكدة أن الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة يتطلب تنفيذ خارطة طريق سياسية واضحة. هذا وبحث مجلس الأمن ليلة أمس الضربات الأمريكية على العراق وسوريا بدعوة من موسكو. نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن قال إن الضربات على سوريا والعراق دفاعا عن النفس، داعيا للضغط عليها لوقف هجمات أذرعها في المنطقة، مؤكدا عدم السعي للدخول في نزاع مع إيران. مندوب فرنسا قال إن إيران تتحمل مسؤولية كبيرة وطالبها بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار فورا. أما المندوب الفرنسي فقد أبدى قلقه من التصعيد في الشرق الأوسط، مطالبا من يملكون القدرة على ضبط المجموعات المهددة للاستقرار والتحرك لوقف التصعيد. فيما حمل مندوب روسيا أمريكا مسؤولية إعاقة توصل مجلس الأمن إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الضربات الأمريكية في سوريا والعراق تهدف إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة. المندوب السوري بدوره قال إن القصف الأمريكي قتل 37 شخصا بين مدني وعسكري وأصاب 34 بجراح بالغة. فيما ندد المندوبان العراقي والإيراني بشدة بما وصفهما بالاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية. لقد أدى العدوان الأمريكي إلى استشهاد 37 شخصا بين عسكريين ومدنيين وإصابة 34 غيرهم بإصابات بالغة وتدمير عدة أبنية سكنية تقطن فيها العديد من العائلات ومبنى مدرسي، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالعديد من المنشآت والسيارات المدنية. ولم تسلم المواقع التاريخية من هذا العدوان الذي استهدف أيضا قلعة الرحبة الأثرية. لقد استمعنا اليوم لنفس الحجج الواهية والادعاءات المضللة التي تروج لها الإدارة الأمريكية لمحاولة تبرير اعتداءاتها المتكررة، بما في ذلك تقديمها تفسيرا مشوها لأحكام الميثاق وخاصة المادة 51 منه، متجاهلة أنه لا يحق لمحتل ممارسة الدفاع عن النفس، وأن الأسباب الجذرية لما تشهده منطقتنا من نزاعات
ومعاناة وعدم استقرار، مردها السياسات الخاطئة والهدامة للولايات المتحدة ودعمها الأعمى اللامحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي. يدير العراق بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية ليلة الثاني من شباط الجاري، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المنتسبين والمدنيين، وهو اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية، ولا يمكن السماح لكي تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات والسياسات المتناقضة. نكرر دعوتنا أهمية أن يمارس مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها والتصدي لأي انتهاكات والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. U.S. military attacks on Syria and Iraq territory. تندد إيران تنديدا قويا بالهجمات الأمريكية على أراضي العراق وسوريا. العمل العسكري الأمريكي غير قانوني وغير شرعي ولا مبرر له، وينتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية من القانون الدولي والأمم المتحدة، لا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق. كما تعد هذه الهجمات انتهاكا صارخا للسيادة العراقية وسوريا وسلامة أراضيها. وتندد إيران أيضا بالهجمات العسكرية الأمريكية المشتركة مع بريطانيا على اليمن. من المؤسف أن الولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن، لكن فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق. لقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بينما تواصل لعب دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري أمريكي تأكيده وقوع قتلى من قوات وصفها بالحليفة في هجوم على قاعدة حقل العمر النفطي بسوريا، ولم يذكر المسؤول الأمريكي قوات سوريا الديمقراطية على نحو محدد، لكن الهجوم الذي وقع مساء أمس هاجم منطقة تسيطر عليها هذه القوات. ووفقا للصحيفة فإن حقل العمر النفطي هو مجمع يضم قاعدة أمريكية ويتقاسم الطرفان السيطرة عليه، في حين أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت مقتل 6 من عناصرها في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف أكاديمية للتدريب بحقل العمر النفطي شرقية دير الزور. إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف مدينة إيلات بجنوب إسرائيل بطائرات مسيرة. وأضافت الفصائل المسلحة في بيان أن الاستهداف جاء ردا على تواصل القصف الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة. وسبق أن أعلنت هذه الفصائل استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا أو أهداف داخل إسرائيل. من بيروت ينضم إلينا الدكتور سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور. نعم، أهلا وسهلا بك دكتور. إذا برأيك، ما تمخض عن جلسة مجلس الأمن ألا يعكس فعليا بأن هناك صراع كبير في أو كشفت عنه هذه الاستهدافات والردود الأمريكية ومجلس سواء في سوريا أو العراق؟ يعني إذا يعني ما دلت على شيء هذه المحادثات أو الجلسة البارحة في الأمم المتحدة، إنما تدل على الانقسام العميق يعني بين على المستوى العالمي بين الغرب من جهة وسائر العالم من جهة ثانية، وتدل أيضا على قراءات مختلفة لمندرجات القانون الدولي. من جهة، نعم، هنالك قانون يحمي التجارة العالمية تم خرقه بشكل واضح، ولكن أيضا هنالك
انطباع أن سياسة الكيل بمكيالين وأن الكل يقرأ القانون الدولي وفق مصالحه ما زالت قائمة، وبالتالي هذا المخاض لم يفضي إلى يعني شيء ذات معنى أو ذات أهمية، أكان أهمية رمزية أو أهمية سياسية، وبالتالي لن، وهذا هو الأهم، لن يغير على أرض الواقع بشيء. يعني لم يدفع الأطراف إلى باتجاه تسوية سياسية تفضي إلى مزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إنما بقيت الأمور على حالها. وعلى كل، ربما تعودنا على مسائل من هذا النوع يعني تحت قبة الأمم المتحدة. طيب دكتور، الحديث عن التسوية ربما قد يكون بعيد نوعا ما، خاصة ما يجري مؤخرا. كل مرة هناك تطور جديد يبرز على المشهد، من بينها مقتل عناصر من قسد في سوريا. ألم يدفع برأيك التساؤل حول ما إذا ستكون سوريا مرتعا بين يعني الاستهداف بين وكلاء إيران من جهة وأيضا حلفاء أمريكا من جهة أخرى؟ هذا ملفت. نعم، كان ذلك ملفت للانتباه، لأن حتى الساعة كان هنالك شبه ليس تحييد إنما سكوت من قبل النظام السوري، ولكن كانت هنالك عمليات تجري على الأراضي السورية، كما لو كان هنالك نوع من توزيع للأدوار. النظام السوري لم يظهر وبقي صامتا خلال يعني منذ 7 أكتوبر، لم ينضوي بشكل كلي تحت عباءة النظام في إيران كما هو الحال، ولم يوحد الساحات كما هو الحال مع حلفاء إيران الآخرين في المنطقة، ولكن في الوقت عينه باتت الساحة السورية مفتوحة للعمليات الإيرانية، لا سيما كل المناطق الجنوبية من سوريا. دكتور سامي، ساحة مفتوحة للصراعات، هل يعني ذلك إذن بانتهاء دور بلد ما في سوريا أو حتى العراق؟ يعني هذا سؤال مهم. هذا يعني أن هنالك لاعبون أساسيون وهم يعني الحرس الثوري الإيراني، هم من لديهم الباع الأول في سوريا. يعني وكان ملفتا يعني في عملية الانسحاب التكتيكي للقوات الحرس الثوري، كان هنالك يعني تصريح شبه رسمي للمسؤولين في إيران يقولون أن العمليات سلمت لحزب الله على الأراضي السورية، وهذا بحد ذاته ملفت. إذن هنالك يعني إقرار بتقسيم أمر واقع، لذلك قلنا بتوزيع الأدوار، لأن هنالك ساحة خلت من قبل السيادة السورية وأصبحت السيادة بيد منظمات مسلحة غير سورية ولكن عاملة على الأراضي السورية. أشكرك من بيروت الدكتور سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، على هذه المداخلة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية مجهولة حلقت على علو منخفض في أشواء مدينة دير الزور، هذا وأخلت الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال مواقعها في مربع الموارد البشرية الواقع بالقرب من مشفى بدر جنوبي المدينة. قالت مصادر خاصة للحدث أن الميليشيات الإيرانية قامت بإفراغ المربع من العناصر والآليات العسكرية وقامت بنشرها خارج المربع بين منازل المدنيين، وذلك لاستخدامهم كدروع بشرية خشية تعرضه للقصف من قبل الطيران الأمريكي. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انتهاء المرحلة الثالثة لحملة أمنية ضمن مخيم الهول لعوائل تنظيم داعش
بالقبض على 38 من عناصر التنظيم ومقتل أميره في المخيم. انتهت آخر مراحل الحملة الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي في مخيم الهول لعوائل داعش، وذلك بعد 10 أيام من البحث والمداهمات عن عناصر التنظيم وخلاياه النائمة. استطاعت قواتنا العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة، أيضا عدد من الألغام والأحزمة الناسفة، وكل هذه دلائل وتشير إلى أن التنظيم كان على أبواب القيام بعمليات كبيرة، إن كانت داخل التنظيم داخل المخيم أو خارج المخيم. أيضا استطاعت قواتنا القبض على أكثر من 38 إرهابي كانوا مطلوبين على لوائح القوى الأمنية والاستخباراتية من جهة. إدارة الحملة أكدت أن خلايا التنظيم في الداخل كانت تحضر لعملية كبيرة للسيطرة على المخيم بالتنسيق مع عناصر التنظيم في الخارج، وتستمد مساعي التنظيم قوتها من نحو 44,000 من أفراد عوائله الذين يشكلون له حاضنة بشرية وفكرية. والله ما نعرف يعني ليش الحملات جاسر عن المخيم، ما نعرف ليش يعني شنو صار، يعني حال المخيم حال تعب، يعني لا إلنا رحلة لا غذائية، صار لنا 4 أشهر لا غذائية ولا شيء، أطفال جاي تمرض، نساء جاي، كل شيء يعترض إلها الشيء هذا المخيم هذا، يعني شين جاي نروح على المشفى، حتى علاج ما جاي نطونه، يعني وخدمات ما جاي يستدل المخيم كل شيء يعني. ويعاني المخيم وفق إدارته تدنيا في الاهتمام الدولي على مستويين، الأول تقديم الخدمات اليومية اللازمة لنحو 44,000 من قاطنيه عبر المنظمات الدولية، والثاني إيجاد حل دائم يتمثل في إعادة الدول لرعاياها الدواعش، وهي طريق طويلة لم تخطو نحوها الدول المعنية سوى خطوات خجولة. يعد الهول القنبلة التي لطالما أراد داعش نزع مسمار أمانها، وسط التوترات العسكرية المحلية والإقليمية تنتعش أمل التنظيم في الوصول إلى هدفه. من مخيم الهول شمال شرق سوريا، جمعة كاش الحدث. شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على مناطق في شمال قطاع غزة بحسب إعلام فلسطيني، وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية قصفت شقة سكنية في خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وللمزيد تنضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة مراسلتنا أو الصحفية خولة الخالدي. أهلا وسهلا بك خولة، لو تضعينا في آخر تفاصيل القصف الأخير الإسرائيلي على جنوب القطاع بداية. فعليا القصف لم يتوقف منذ الليلة الفائتة على محافظة خان يونس، قصف مدفعي عنيف للغاية استهدف محيط مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى غارة جوية استهدفت منزلا في المنطقة الغربية من هذا المجمع على وجه الخصوص، إضافة أيضا إلى عمليات إطلاق النار المستمر. هذا الاستهداف أودى بحياة أكثر من 6 أشخاص، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتمكن أحد من الوصول إلى المنطقة نتيجة لكثافة النيران وكثافة أيضا الغارات التي شنت في تلك المنطقة والتي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، مع قيام الجيش الإسرائيلي بفك الحصار عن منطقة ومركز الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وإجبار عشرات العائلات الفلسطينية القاطنة في داخله على الخروج والتوجه إلى محافظة رفح وإلى مواصي خان يونس، أيضا تحت تهديد السلاح بطبيعة الحال حسب الشهود العيان. إضافة على ذلك هناك عشرات الغارات الإسرائيلية التي شنت طيلة الليل الفائتة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أبرزها محافظة رفح منطقة حي السلام تحديدا وهو في المنطقة الشرقية لمحافظة رفح، أسفر عن وقوع أيضا أكثر من 6 ضحايا وعشرات الإصابات لعائلة أبو صالح، إضافة أيضا إلى غارات إسرائيلية أخرى شنت في محافظة غزة ومناطق شمال قطاع غزة، مع تجدد الاشتباكات أيضا في تلك المناطق. حول هذه الاشتباكات والغارات الإسرائيلية في رفح ذكرتي، هل هي تجري بجانب المخيمات وأين يتواجد النازحون؟
فعليا في رفح لا اشتباكات حتى هذه اللحظة، هي غارات إسرائيلية وقذائف تطلق من حين إلى آخر، ولكن يبدو أنها تتركز في المناطق الشرقية منها، وهي مناطق تحتوي على نازحين. بطبيعة الحال مدينة رفح من شرقها إلى غربها هي ممتلئة بالكامل بأعداد النازحين، والذين يقدر أعدادهم بأكثر من 1.5 مليون نسمة تقريبا موجودة في هذه البقعة الجغرافية. وبالتالي أي عملية استهداف سواء كان بالطيران الحرب الإسرائيلي أو بالبوارج أو حتى بالمدفعيات يودي بطبيعة الحال إلى أعداد كبيرة من الضحايا والإصابات، والتي يصعب الآن التعامل مع كل هذه الأرقام، خاصة أن الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الأخير يكثف من غاراته في هذه المنطقة وتحديدا المناطق الشرقية من محافظة رفح. هذا الأمر الذي لم يكن يتوقعه المواطن الفلسطيني، خاصة بأنها الوجهة الأخيرة التي استطاع الوصول إليها ولا وجهة أخرى، خاصة مع حديث الجيش الإسرائيلي عن إمكانية أن يكون هناك عملية برية موسعة في هذه المنطقة. وبالتالي إلى أين سيذهب المواطن الفلسطيني إن استكمل الجيش الإسرائيلي عملياته في هذه المنطقة، وخاصة أيضا أنها تتعرض إلى عمليات عسكرية جوية في الآونة الأخيرة أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا خلال هذا الأسبوع، وعدد من الإصابات وصلت إلى المستشفيات المختلفة. أشكرك من رفح جنوب قطاع غزة مراسلتنا أو الصحفية خولة الخالدي. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أن كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس على وشك الانهيار، وأن قادة حماس يمرون بظروف صعبة، مشيرا إلى أن العملية البرية في قطاع غزة هي الأكثر تعقيدا في تاريخ إسرائيل بحسب تعبيره. في خان يونس التي أصبحت عاصمة الإرهاب نقوم بعمليات متعددة المراحل وتستهدف قادة حماس. كتيبة خان يونس على وشك أن يتم تفكيكها، وتم بالفعل تفكيك 3 كتائب والرابعة في الطريق. يواصل الجيش استهداف الأنفاق التي تعتبر المأمنة للمخربين. في هذه الأيام نحن نرفع مستوى الضغط، وأشير إلى أن العملية البرية في قطاع غزة هي الأكثر تعقيدا في تاريخنا. حركة حماس لا تفهم إلا لغة القوة، وقيادتها وعلى رأسهم يحيى السنوار يهربون الآن من قوات الجيش ويتنقلون من مكان إلى آخر. القضاء على يحيى السنوار وحركة حماس هو هدفنا. بالنسبة لقادة حماس فإنهم يمرون بظروف صعبة داخل مخابئهم. السنوار لا يقود الحرب الآن، وهدفه هو مجرد النجاة من هذه الحرب. نؤكد أن حماس لن تحكم غزة ولن تقام إدارة مدنية إسرائيلية في غزة، لكن الجيش سيحتفظ بحق العمل بحرية في القطاع. برز الأطباء الفلسطينيون كأبطال في عيون الغزيين، لا سيما وأن طبيبا يدعى سعيد عبد الرحمن معروف خرج من السجون الإسرائيلية بعد أيام من العذاب تمنوا فيها الموت، ليكون في اليوم التالي من إطلاق سراحه على رأس عمله يداوي الأطفال. تسقط جدران مستشفيات غزة ويسطر أطباؤها صمودا في حرب تلبسهم يوما معطفا أبيض، وفي اليوم الآخر تجعلهم في صفوف المكبلين، قد يمسكون سماعة يتفحصون بها القلوب، وتارة تقيدهم الأصفاد، أو ربما يداوون الجراح ولا يجدون من ينقذهم. ومهما كان الذي يمرون به يجمعون على تساؤل واحد: من لأطفال غزة إن لم يكن أطباؤها متفانين إلى هذا الحد؟ يكفي أن لمسة طبيب واحدة تعني لأحدهم الفرق بين الحياة والموت. هذا هو سعيد عبد الرحمن معروف، أسير ومؤد لمهنته بين عشية وضحاها. تم الإفراج عني بالأمس، والآن أنا على رأس عملي. 45 يوم دون مربطات الحديد، 45 يوم الكمامة على عيني، 45 يوم الكلمشات في رجلي. كل واحد منا كان يتمنى الموت ولا يروح، يتمنى الموت من شدة العذاب. كان قد خرج من رحم المعاناة ولم ينسى أنه قد يكون نقطة فارقة في حياة أحدهم، يشخص آلامهم وقلبه يدمع، يداوي ولا يجد الخبر اليقين عمن فارقهم. ما عرفش حاجة، أنا صرت بالمرة إيه بار وزوجتي ولادي مرض ما عرفهم وش وين، شو قدر أصل لهم؟ ساعدنا خدوني، كانوا يغسلون في المكان اللي فيه مرض ولادي.
جنود أسلحتهم لا ترقى إلا إلى تخفيف الجراح، أصروا على استئناف المهمة ولم تثنهم المعاناة عن اتخاذ قرار العودة إليهم. بما أني أنا طبيب أطفال وأعمل منذ 23 عاما في هذا المجال ولم أرتكب أي جريمة إنسانية. يكفكف معروف حزنه ويربت على البقية، تلازمه مكالمة يرجو ألا تكون الأخيرة. وصل البكاء يا بابا، الغصب وصل البكاء، ماذا نفعل؟ ملاحم إنسانية تتجلى في الكوادر الصحية، يضعون مأساتهم جنبا ويأبون ترك من حولهم يئنون. هذا واجب إنساني ولازم يؤدى. إسراء الصغير الحدث. قالت تايمز أو نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وزير بارز في حزب الليكود أن اجتماع الحكومة الذي عقد الأحد الماضي لم يشهد طرح اتفاق محدد لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس. وقال الوزير الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه إن هناك الكثير من الضجة حول الصفقة المحتملة، لكنه أشار إلى أن الأمر لا يزال في بدايته. وبحسب الصحيفة فإن وزراء الليكود أكدوا على ضرورة طرح أي قرار بشأن صفقة التبادل عليهم لمناقشته وإقراره، وأنهم يعارضون اتخاذ مجلس الحرب للقرارات بمفرده. وكان نتنياهو أكد أن حركة حماس قدمت مطالب لن نقبل بها بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدا أن الشروط يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق خلال هدنة نوفمبر الماضي. في المقابل قال قيادي في حركة حماس إن أي اتفاق تهدئة مقترح يجب أن يتضمن وقف الحرب بشكل كامل، لافتا إلى أن البنود التي وردت في اتفاق تهدئة المقترح ليست واضحة، وهناك حاجة لتوضيح العديد من التفاصيل، كما أن اتفاق التهدئة المقترح لم يتضمن وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وأن اتفاق التهدئة أيضا تضمن نصوصا واضحة حول حرية الأسرى الإسرائيليين وترك مصير الأسرى الفلسطينيين غير واضح. القيادي أشار أيضا أن إطار مقترح التهدئة الذي قدم للحركة هو قيد الدراسة ووضع الملاحظات، وسيتم الرد عليه قريبا. في المقابل أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية بيتر ستانو أن الاتحاد يسعى للحشد وراء دعم الصريح والصادق لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لا يزال هناك الكثير مما يمكن للمجتمع الدولي فعله لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا ما يحاول الاتحاد الأوروبي فعله بحشد الجميع وراء الدعم الصريح والصادق لعملية لحل الدولتين. لذا لم تعد عملية سلام مجردة، بل في الواقع عملية تؤدي إلى تعزيز فكرة حل الدولتين بمحتوى ملموس وتحريك الجانبين لاستئناف المفاوضات أخيرا، لأن هذا هو السبيل الوحيد للحل. نتواصل مع شركائنا في الدول العربية والدول الإسلامية والولايات المتحدة وكل من يستطيع المساعدة في التوصل إلى حل سياسي يساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على منع حدوث هذه الدورة التي لا نهاية لها من العنف، ودورة لا نهاية لها من المعاناة والشروع في عملية سياسية نأمل أن تنتهي بحل الدولة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار. من جنين ينضم إلينا الدكتور أيمن يوسف، أستاذ دراسات دولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. برأيك هل هذه الصفقة نصفت بالكامل أم أنه لا يزال هناك أمل، خاصة مع زيارة بلينكن للمنطقة وعوامل أخرى؟ نعم صباح الخير. لا أعتقد أهلاً. لا المفاوضات يعني الصفقة يعني ما زالت يعني قائمة والمفاوضات تجري، وفي هناك وجهات نظر مختلفة، وهذا طبيعي جدا يعني في علم الوساطات وعلم المفاوضات
أن يكون هناك اختلافات، وعادة الجانبين يصلوا إلى مرحلة حتى حافة الهاوية من خلال رفع سقف المطالب، وبالتالي نحن أمام مقاربة جديدة، يعني دولة الاحتلال ترفع من السقف كثيرا، وكذلك يعني حركة حماس والمقاومة أنا برأيي ستخرج يعني رؤية وسطية، لا سيما أن كل الأطراف ضاغطة. طيب رؤية يعني وسطية بأي ملامح دكتور؟ ما أبرز النقاط التي قد تخرج بها هذه الرؤية؟ يعني أنا برأيي ممكن يكون هناك حديث يعني واضح فيما يتعلق يعني بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، يعني يمكن الحديث عن يعني عدد معين من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد معين من الأسرى الإسرائيليين، أنا برأيي هذه مقاربة ممكن يعني أن تتم، ويمكن الحديث أيضا عن يعني الفترة الزمنية وترك ربما الخلافات يعني الكبرى المتعلقة ببعض الأسماء الكبيرة. أنا برأيي الطرفين ربما ليس جاهزين على الصعيد النفسي والصعيد الإعلامي، لأنهم رفع السقف بشكل كبير وخاطبوا يعني قواعدهم الجماهيرية يعني بلغة يعني حماسية وعاطفية، لذلك دور الراعي الأمريكي أن يساعد يعني في إنزال إسرائيل رويدا عن هذه الشجرة العالية، وكذلك يعني دور المصريين والقطريين في إقناع حماس أن الهدنة الإنسانية ل 35 يوم أو 40 يوم يمكن أن تمتد إلى هدنة أخرى، وبالتالي يفقد جيش الاحتلال ربما الرغبة بعد ذلك في القتال، خاصة أنه في هناك تخطيط للذهاب إلى معركة. الوقت ليس في صالح الطرفين، لا من إسرائيل والضغوطات التي تتعرض إليها سواء من المعارضة أو حتى من عائلات الأسرى وغيرها من العوامل الأخرى، وبالنسبة أيضا لحركة حماس وما يجري في القطاع. هل هذه المرة الصفقة ربما تزامنا مع الخشية من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية مع رمضان وأيضا يعني عوامل أخرى قد تدفع للتهدئة على الأقل لأسابيع؟ أنا برأيي هذا في تحليل منطقي يعني وعقلاني وواقعي. زيارة بلينكين إلى المنطقة راح بلينكين يوجه أسئلة محددة جدا very specific questions لنتنياهو فيما يتعلق برؤيته، لأنه نتنياهو يهرب، معروف عنده شخصية زئبقية، ومعروف أن إسرائيل ونتنياهو على وجه التحديد وضع أمريكا في أزمة يعني في المنطقة. أمريكا حاليا في تماس مباشر مع يعني في العراق وفي سوريا وفي اليمن، وبالتالي في إشكالية ربما لانزلاق بعض الجبهات. حاليا نتنياهو أيضا دخل على خط الانتخابات الأمريكية وسبب أزمة كبيرة لإدارة بايدن على الصعيد الداخلي، لذلك أعتقد أن الضغوط الأمريكية هذه المرة ستكون جدية جدا، وبالتالي يمكن أن نشهد يعني انفراجات في الأيام القادمة. المشهد الإسرائيلي من الداخل مأزوم ومزدحم بالخلافات والتناقضات، وبالتالي الصفقة يمكن أن تحسم هذه الخلافات وهذه التسريبات، وكذلك الحال بالنسبة لحماس. أنا برأيي أيضا حماس وإن وجد بعض الخلافات بين قيادة غزة وقيادة الخارج، لكن الأوضاع الإنسانية الضاغطة وتدمير القطاع بهذا الشكل والنظرة العقلانية إلى الأمور بمساعدة المصريين والقطريين راح تنتصر في نهاية المطاف للذهاب يعني نعم ربما إلى شهر أو شهرين من الهدنة الإنسانية. أشكرك من جنين الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني حذر نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن بلاده ستقوم بعمل عسكري في لبنان لإنقاذ حوالي 20,000 فرنسي إذا اندلعت حرب مع حزب الله، مشيرة إلى أن الوزير الفرنسي نقل رسالة مباشرة من الرئيس الفرنسي بأن بلاده سيكون لها دور مركزي في أي حل سياسي في لبنان. نفت مصر تقارير إعلامية إسرائيلية عن إجرائها مباحثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية. يأتي هذا فيما قالت واشنطن إنها أوضحت بجلاء أهمية رفح كممر للمساعدات الإنسانية وعبور المواطنين الأجانب وسط مخاوف من اجتياح إسرائيلي للمدينة الفلسطينية الحدودية المكتظة بالنازحين. في
في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي، شهدت عدة مناطق سودانية انقطاعا لخدمات الاتصال والإنترنت وسط تبادل للاتهامات حول المسؤولية بين طرفين. فقد أصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بيانا اتهم فيه قوات الدعم السريع بقطع خدمات الاتصال والإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد، في حين نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع مسؤولية الدعم السريع عن قطع الخدمات، متهما الجيش بقصف مواقع تقنية لشبكة الاتصالات والإنترنت بمنطقة نيالا والخرطومة. بيانات حذرة أصدرتها شركات الاتصال في السودان حول انقطاع خدمتي الاتصال والإنترنت في عدد من الولايات تفيد بأن أسبابا خارجة عن الإرادة أدت لتوقف الخدمة. هيئة الاتصالات الحكومية اتهمت الدعم السريع بإجبار فنيين في شركات الاتصال على إيقاف الخدمة وقطعها. إقليم دارفور يعيش عزلة جراء انقطاع الاتصال والإنترنت منذ بضعة أيام، وهو ما دعا الدعم السريع إلى الدخول في مقايضة بإعادة الخدمة إلى الإقليم مقابل عدم قطعها أو إيقافها في ولايات سودانية. وسواء كان ما يحدث متعمداً أم لا، فإن ما يحدث بهذا الخصوص أثر بصورة مباشرة في قطاعات اقتصادية مختلفة، فتأثرت التحويلات البنكية وإصدار الجوازات وعمل الأجهزة الحكومية ورحلات الطيران من مطار بورت السودان، فضلاً عن قلق متواصل للأسر السودانية التي تشتتت بها السبل وانقطع بين أفرادها الاتصال. إذن مشاهدينا، ننوه إلى هذه العواجل التي متواجدة أسفل الشاشة. صحيفة السوداني تقول بأن هناك اعتقالات لضباط بالجيش في أم درمان بتهمة الإعداد لإنقلاب. إذن صحيفة السوداني تقول بأن هناك اعتقال لعدد من ضباط في الجيش في أم درمان بتهمة الإعداد لإنقلاب. على كل مشاهدينا، سنعود إلى تفاصيل هذا الخبر بمزيد من الرصد والتحليل مع مراسلينا وضيوفنا. وفي السودان دائما، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن انتشار السلاح في أيدي المواطنين يحفز المواطنين لاستخدامه في النزاعات الداخلية واستقواء بعض المجموعات باستخدامه ضد أخرى. الانتشار بتاع السلاح في أيدي المواطنين ده بيحفز المواطنين لاستخدامها في النزاعات الداخلية واستقواء بعض المجموعات واستخدامها ضد أخرى. ده كلام ممكن يحصل، ده أمر وارد ومحفز برضو للنهب المسلح وتجربة السودان إثيوبيا. برنامج نزاع السلاح فيه دي تجارب هي قدامنا. أنا ما بتكلم من كوكب آخر، أنا بتكلم أنه السودان ده عنده تجربة في انتشار السلاح في أيدي الناس، وأنا حاجي له في فترة من الفترات. دي تجربة، نحن التجربة دي لازم نخطها في الاعتبار لما نتكلم حسي نحن دايرين الاستنفار ودايرين السلاح. انتشار السلاح برضو بطريقة انتهازية ممكن الناس يستقلوه لأغراض ممكن تكون سياسية. اعتقلت استخبارات الجيش السوداني بمنطقة واد سيدنا العسكرية في أم درمان عددا من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان بتهمة الإعداد للانقلاب. وكشفت مصادر أن حملة الاعتقالات استهدفت ضباطا نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة. وقال أيضا مصدر مطلع، الضباط المعتقلون الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد هم العقيد ركن ميميا وعقيد وقائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب والمقدم مهندس ميم ألف مدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، والرائد الركن ميم حا قاف مسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة.
وفي سياق العواجل أيضا الاستعدادات جارية لاعتقال عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان، وجميعهم معتقلون تحت ستار الإعداد للانقلاب. وقال مصدر عسكري من قاعدة وادي سيدنا أن الاعتقالات أو اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش الفريق إبراهيم جابر لمنطقة وادي سيدنا العسكرية. وأضافت ذات المصادر العسكرية بأنه الضباط الذين تم اعتقالهم هم من ضباط القوات المسلحة ويعملون ضمن التحركات في أم درمان المحلية. إذن مشاهدينا، هذه العواجل التي تواليا بمحاولة الانقلاب في أم درمان، هذه العواجل أي دائما تقول بأنه يبدو أن هناك خللا ما في هذا الأمر، ولم يتم ذكر ما الذي جرى لحد الساعة، ولم تفهم الأسباب التي دفعت هؤلاء للقيام بهذا التحرك ضد القيادة من تلك المنطقة تحديدا. فالانقلاب ليس هذا مكانه لكل من يعلم استراتيجية عسكرية، طبعا بحسب هذه التصريحات، بحسب الخبر الذي يصلنا، بحسب المصادر التي تتحدث دائما في هذا السياق. وفي ليبيا أشادت لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا بما وصفته بالتقدم السياسي الكبير المحرز في البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما حثت المجلس الرئاسي الليبي على تعيين لجنة وطنية للمصالحة في أقرب وقت ممكن. وقال الاتحاد الإفريقي في بيان إن اللجنة دعت جميع الأطراف إلى تبني جهود المصالحة بالكامل، كما دعت الجهات الفاعلة الخارجية للامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، مشددة على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد. إذن مشاهدينا، للعودة إلى هذه العواجل التي وردتنا من السودان وتحديدا عما يجري في أم درمان، ينضم إلينا من القاهرة اللواء دكتور أمين إسماعيل. أرحب بك سيادة اللواء معنا. هل اتضحت ملامح ما يجري في السودان تحديدا، وما الدوافع وراء ذلك، ولماذا هذا التوقيت؟ صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. حقيقة إلى الآن هنالك غموض كبير حول تحركات السادة الضباط التي تمت والاعتقالات التي تمت، ولكن واضح أن هنالك اتجاهين. الاتجاه الأول هو عدم الرضا داخل المؤسسة العسكرية حول اتجاهات الحرب وموقف القوات المسلحة حتى الآن، وعدم الرضا عن وضع الذي وصلت إليه البلاد. هذه مجموعة تعترض على كيفية إدارة الحرب. والمجموعة الثانية هنالك تسريبات أن بعض المجموعات التي تنتمي إلى الاتجاه الإسلامي ربما تكون تريد أن تصحح القيادة الموجودة، تصحيح موقفها تجاه التفاوض. ولذلك جاءت هذه التحركات باعتبار أن قيارين داخل المؤسسة العسكرية ربما يكونا غير راضيين عن الأداء حتى الآن، لكن تمت هذه الاعتقالات، وبالتالي تنشط الأجهزة الأمنية حاليا في محاولة لعدم التأثير على تماسك وبنية القوات المسلحة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الدولة السودانية. وفي تقديري أن هذا الأمر لن يكون مؤثرا كثيرا، هي فقط اجتماعات، هي فقط إبداء آراء، هي فقط حتى الآن مواقف
تعبر عن تيارات مختلفة في المؤسسة العسكرية حتى الآن. طيب دكتور، برأيك بإعزم من تحركت هذه الجهات نحو هذا الاتجاه بالانقلاب على الجيش؟ طبعا إذا كانت المجموعة التي تريد أن تؤسس للسلام وتريد أن تغلق الحرب، يعني ذلك أنها ذات ارتباط بالمؤسسات المدنية التي ترعى ذلك الاتجاه، وأيضا قد تكون ذات صلة بالدعم السريع. التيار الثاني الذي يرفض التفاوض ويصر على إكمال الحرب ربما يتجه نحو الحركة الإسلامية، وهنا لا بد من الحذر الشديد في معرفة اتجاهات هذه المجموعات، وقد يحدث انقسام، والانقسام يضر أيضا بالدولة وبالمؤسسة رغم التماسك الذي حدث في الأشهر الماضية من ناحية اتفاق الشعب حول القوات المسلحة. عموما الساعات القادمة ستوضح كيفية تصرف القيادة تجاه هذه المسألة، وربما أن يكون هنالك تغيير أيضا لقيادة الجيش على المستوى العملياتي حتى يتم ضبط الأمور وإرضاء القاعدة، إذا كانت القاعدة غير راضية حتى الآن على مستوى الأداء أو غير راضية على مستوى الميل نحو التفاوض حتى الآن. طيب دكتور، لماذا برأيك انطلقت هذه الشرارة من أم درمان تحديدا؟ أم درمان طبعا هي أكثر المناطق الآن تكون استقرارا، بها مجموعة كبيرة من القوات مجتمعة مع بعضها البعض، لذلك إذا كانت هنالك أي مجموعات تعمل تكون من أم درمان. بقية المناطق يوجد فيها نوع من الحركة العملياتية، عدم الاستقرار، عدم إمكانية الاجتماع، وبالتالي تصبح أم درمان هي الأغرب. أم درمان بها قيادة منطقة وادي سيدنا، بها مجموعة كبيرة من القادة أيضا، وبالتالي هي الأغرب إنها تصدر منها مثل هذه الآراء وتجتمع وتمرر، ولكن بقية المناطق عدد القوات أقل، الاتصالات أيضا تكون قليلة، وهذه مهمة جدا حتى يكون هنالك رأي عام ينطلق من مجموعة كبيرة موجودة مع بعضها البعض. طيب دكتور أمين، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها انقلابات في السودان، ولكن ربما سياقها هذه المرة مختلف عطفا على المعطيات الجارية، التحركات من جهة البرهان من جهة، وأيضا الدعم السريع من جهة أخرى. برأيك من لديه مصلحة في إشعال هذا الفتيل في هذا الوقت؟ طبعا الحرب التي تمر على السودان الآن هي ظروف استثنائية هزت كثيرا من قواعد الاستقرار داخل القوات المسلحة داخل الدولة السودانية، ولا ننسى أن الحرب جاءت بعد ثورة ديسمبر، وبالتالي هنالك جهات كثيرة مستفيدة بتغيير الأوضاع، سواء كانت جهات خاصة للنظام السابق تريد أن تعود مرة أخرى، جهات غادة الثورة ولديها ما في الفاعلين والشرفاء داخل القوات المسلحة، وبالتالي نفس الظروف التي أدت إلى الحرب هي تكون نفس الظروف التي توفر مناخ لتحركات من داخل المؤسسة العسكرية لاستلام السلطة أو للتأثير على القيادة، كما حدث في محاولة بكراوي التي بدأت ثم انتهت في ساعات، ولكن تحدث الضباط عن أنهم يريدون تنبيه القيادة العامة لأهمية التعامل مع الدعم السريع وعدم تمدده، وبالتالي جاءت الحرب، وهذا هو الاتجاه الآن الأكبر أن يكون هذا التحرك ضد الدعم السريع، ويريد أن ينهي هذه الحرب، ويريد أن يحقق الاستقرار، ويريد أيضا أن يحفظ القوات المسلحة عظمتها ويحفظ لها مكانتها التي تأثرت كثيرا باستمرار هذه الحرب لفترة طويلة.
طيب دكتور أمين، نعود ونذكر إذن بهذه العواجل. صحيفة السوداني تقول بأن اعتقال المتهمين بالانقلاب تزامنت مع زيارة مساعد البرهان لمنطقة واد سيدنا. إذن السياق الذي جاءت فيه هذه الاعتقالات تأتي تزامنا مع زيارة مساعد البرهان لمنطقة واد سيدنا. أعود إليك دكتور أمين، و ماذا يعني ذلك عن جغرافية المنطقة وخصوصيتها والتزامن مع هذه الزيارة؟ ساعد الأقدم وهو من أولياء العطاء، والآن جاء فريق إبراهيم جابر لإطمئنان عن الأحوال وقيادة العمليات، ولكن من الواضح الآن أنه ربط مزاعم القائم العام بهذه الأمور يختلف. إذا كان المساعد الأول يعني العطاء كان المخصوص المساعد إبراهيم جابر يحدد اتجاهات ومناخ هذه الاعتقالات والعناصر المشاركة فيها، لم تتسرب بقية الأسماء، ولكن أعتقد أنه وجود الضباط وجود استمرار مع يجعل اجتماعات ممكنة، يجعل النقاش ممكن، وبالتالي تبرز آراء مختلفة نحو الأوضاع الموجودة الآن في المناخ الحربي للسودان. طيب دكتور، في ظل عدم الحسم العسكري في السودان سواء من قبل الدعم السريع أو حتى من الجيش السوداني، ما الذي يمكن أن يضيفه أو يفعله أو يحققه هذا الانقلاب؟ من الواضح طبعا انه لديهم اتصالات بالاطراف الاخرى، من يريد ان تستلم من الاطراف الاخرى؟ نعم، يعني هي مجموعه لديها اتصالات باطراف اخرى، اطراف محليه او خارجيه تسير في اما اتجاه الحكم العسكري وتملك ادواته، او في اتجاه التطاول والحل السلمي وتملك ادواته. ايضا قد يكون لديها اتصالات خارجيه مع الاطراف المؤثره في الحرب في السودان، اطراف اقليميه واطراف دوليه اوعدت لها انها تتحرك لهذا الوقت. السودان حقيقه يتعرض الان الى ازمه تاريخيه قد تؤدي الى انهيار الدوله. هنالك وطنيون قد يروا انهم ينقذون البلاد من الانهيار، هنالك مجموعات ايضا قد تكون مواليه بالأطراف التي تريد أن تجري التغيير الذي حدث في ديسمبر 2018. وفي ظل هذا التشابك وفي ظل هذه التقاطعات تبرز مثل هذه المحاولات، ولكن من الواضح أيضا أن الأجهزة الأمنية والقيادة العسكرية الموجودة الآن لن تتسامح مع هكذا محاولات تشق الصف الوطني والصف العسكري في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الشعب السوداني. نعم، أشكرك من القاهرة لواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية. إذن مشاهدينا، معكم على رأس الساعة الآن الزميلة تهاني الجهيني لاستكمال هذه التغطية والحديث عن ما الذي جرى تحديدا في أمدرما. إلى اللقاء.